اختتمت هيئة التشريع والرأي القانوني بالتعاون مع معهد الدراسات القضائية والقانونية المرحلة الأولى من البرنامج التدريبي للقانونيين في مملكة البحرين 2024، والذي يهدف إلى نشر الثقافة القانونية ومد العاملين في السلك القانوني بكافة مؤسسات مملكة البحرين بالمعلومات والمهارات القانونية اللازمة بهدف الارتقاء بمستويات الكوادر الوطنية والعمل القانوني في المملكة. محاضرات تثقيفية متخصصة في المجال القانوني تركز على تفاصيل دقيقة يقدمها معهد الدراسات القضائية والقانونية ضمن البرنامج التدريبي للقانونيين من مختلف مؤسسات المملكة. اتخذ البرنامج طابع النظري والطابع العملي. النظري من خلال تقديم ورشات التثقيفية للمشاركين، البرنامج أو الطابع العملي بيكون من خلال استعراض الفتاوى القانونية والعقود والتشريعات اللي سبق لهيئة التشريع والرأي القانوني صياغتها وإبداء الرأي فيها وإعدادها مع المشاركين في البرنامج، لكي نضمن أن البرنامج وصل لكامل أهدافه. إطلاق برنامج إضاءات، وهذا برنامج نوعي مخصص لتطوير قدرات الممارسين والعاملين في القانون في مختلف وزارات وهيئات الدولة. تقريبا عندنا عدد 17 جهة ومؤسسة حكومية بين وزارة وهيئة مشاركين في هذا البرنامج، وكذلك تقريبا يمتد البرنامج إلى 40 ساعة تدريبية، ويتناول البرنامج مختلف المحاور، أهمها مهارات التحليل، مهارات التفسير، مهارات الصياغة وإبداء الرأي القانوني. ولا شك أن هذا البرنامج يسعى إلى تطوير المهارات المتعلقة بممارسة القانون لمهام عمله. جاءت هذه الدورة بأمور ومفاهيم جديدة تتعلق بالنهج التشريعي القائم على مملكة البحرين، بما يؤدي إلى حسن الصياغة التشريعية لفهم المخاطبين بهذه الأعمال. المكونات أو الأطياف التي جاءت إلى هذه الدورة كانت متعددة، ما بين حديثين العمل في الجهات الحكومية، ومنهم من هو صار كان هناك في فترة يعمل في هذه الجهات. جاءت هذه الدورة لصقل هذه المهارات ولبناء نهج تشريعي وبناء أدوات تشريعية، وشرحنا لهم فيما يتعلق في مسألة الآلية التعامل مع النصوص التشريعية في مملكة البحرين. نشر الثقافة القانونية وطرح المزيد من المعلومات المتقدمة في طريقة التعاطي مع مختلف القوانين الخاصة بكل مؤسسة يطرحها البرنامج بشكل نوعي، ليتعرف المشاركون فيها على صياغة القوانين المختلفة بشكل دقيق. سلطت الدورة الضوء على أهم الأخطاء القانونية التي يقع فيها البعض عند صياغة بعض التشريعات سواء كانت القوانين أو القرارات، وبينت مبادئ الصياغة التشريعية لهذه القوانين والقرارات، طريقة الصياغة وإعداد القرارات وشنو الطريقة الصحيحة في إجراء التعديلات على القرارات. ومثل ما قلنا أن احنا يعني هني مجموعة كاملة من جميع الوزارات في البحرين وجهات أخرى أيضا، فأحس أن هاي الدورة وايد فادتنا أن يكون في توحيد حق طريقة صياغة القرارات بشكل يعني موحد بين جميع وزارات الدولة. تدريبات نظرية وعملية تقدم للمشاركين في قالب قانوني وشامل، يتولى المحاضر من خلاله استعراض بعض التشريعات والآراء القانونية والمعاهدات والاتفاقيات الدولية والعقود التي سبق للهيئة مراجعتها وصياغتها وإبداء الرأي القانوني فيها، بالإضافة إلى مناقشة المشاركين في البرنامج التدريبي بشأنها. برنامج متكامل يتولى العمل على نشر الثقافة القانونية وتزويد العاملين في السلك القانوني بكافة مؤسسات المملكة بالمعلومات والمهارات القانونية اللازمة بهدف الارتقاء بمستويات الكوادر الوطنية العاملة في هذا المجال. خولة القرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.